الو، كما توقعت البارح قلت لكم بانه لا ليست ديال الناس اللي كونفوكي وغادي يدوزوا الطافيام راه غادي تلاح في الليل. اكزاكتومون داكشي اللي كان البارح في الليل. تلاحت هاد لا ليست، يعني اي واحد دخل السيت ديال طافيام بوين ما راه غير قرا ليست كامله ديال الناس اللي خصهم يدوزوا الكونكور. زائد واحد الحاجه اخرى كنت قلتها البارح هي انه غالبا الا تعطلت القضيه راه الكونفوكاسيون غادي تخرج اليوم، وراه دابا اي واحد دخل السيت ويب ديال طافيام بوين ما راه غير لقى الكونفوكاسيون ديالو، خصو غير يمشي لاكطواليتي غادي يلقى واحد البوطون فيه تيليشارجي ما كونفوكاسيون، غادي تكليك عليه غادي تيليشارجي واحد البي دي اف ضروري ما خاصكش امبريميه وديه معاك هو ولا كارت ناسيونال باش انك تدوز الكونكور غدا ان شاء الله. ونورمالمون على حسب ما قريت في الكونفوكاسيون فراه كيطلبوا حتى واحد الروسي ديال الكونديداتور. هذا الروسي هذا فاش كتكون درتي لانسكريبسيون كيطلع لك واحد البي دي اف كتيليشارجي، يعني نورمالمون راه خاصين ثلاثه ديال الحاجات، خاص لا كارت ناسيونال، الكونفوكاسيون، الروسي ديال الكونديداتور. مي جو بونس با كيحكروا بزاف على هذا الفيشي الثالث، كتبان ليا بلي لا كارت ناسيونال والكونفوكاسيون كافيين باش انك تدوز هذا الكونكور، ولكن ما فيها باس انك تامبريمي حتى داك الروسي ديال الكونديداتور وديه معاك كحتيه. ولا كنتي من الناس اللي تهزوا وغادي يدوزوا كونكور فانا كنصحك على انك تمشي تفرج في الفيديو اللي حطيت البارح، انا غنخلي لك لو لين في الديسكريبشن لتحت حيت عطيت فيها مجموعه ديال النصائح اللي مهمه وغادي تعاونك باش انك تنجح في هذاك الكونكور. اجي دابا نهضروا على الموضوع ديال الفيديو ديالنا واللي هو النتائج ديال الانتقاء الاولي ديال كليه الطب والصيدله وطب الاسنان. وكيف ما كان متوقع بحال سنه 2020 و2021 حتى هذا العام هذا كانت العتبه ديال الانتقاء هي 12 ل 20. وفاش كنقولوا 12 ل 20 فهذا الشيء كيعني باللي 75% من النقطه ديال الوطني و25% من النقطه ديال الجهوي في الشعبه ديال العلوم الرياضيه وعلوم التجريبيه. اي واحد جاي فوق 12 غادي يتم الاستدعاء ديالو باش يدوز هذه المباراه الوطنيه ديال الميديسين واللي غادي تكون ان شاء الله نهار الجمعه. ولكن انت واحد من الناس اللي تقبلوا وخاصهم يدوزوا هذاك الكونكور فراه ضروري ما تدخل لهذاك السيت ويب اللي تقيتي فيه النهار الاول اللي سميتو كورسوس سوب وتيليشارجي الكونفوكاسيون ديالك حيت غادي تحتاجها هي ولا كارت ناسيونال باش تدوز الكونكور كوما ديال الميديسين. وبالنسبه للكونكور ديال الميديسين راه حتى هو كيختلف تماما على لي كونكور الاخرين وعنده شي حوايج اللي خاصين به وهما اللي غنهضر عليهم في الفيديو ديال اليوم، وغنعطي معاهم مجموعه ديال النصائح اللي غادي يعاونوك باش انك تجتاز هذه المباراه وتنجح فيها ان شاء الله. اول حاجه خاصك تعرفها هي انه لو سيستيم ديال النوطاسيون في الكونكور ديال الميديسين ماشي سيستيم كندي، بمعنى اخر ما كايناش ديك القضيه ديال زائد واحد ناقص واحد. الا جاوبتي صحيح كتكون عندك سوا زائد واحد سوا زائد جوج سوا زائد ثلاثة، ولا جاوبتي خطأ كتكون عندك زيرو. غير هو في الاختيارات راه ما كاينينش ربعة، كيكونوا خمسة ديال الاختيارات. إذا لي شونس باش أنك تقمر على واحد جاوب وتجيبو صحيح راه كيقلالو بزاف. وكيما كنصح ديما في لي كونكور كنقول باللي ما تحط الجواب حتى تكون متأكد منه 100%، ولا كان عندك واحد شوية ديال الشك ما كاينش لاش تجاوب. ولكن بما أنه في هذا الكونكور هذا ما فيش سيستم كندي دونك حتى إلا خطأتي ما غاديش تنقص لك نقطة، هذا الشيء يخليك على أنك تقدر تقمر. غير هو النصيحة ديالي ما تقمرش ما بين خمسة ديال الأجوبة، وإنما حاول ما أمكن أنك تإليميني شي واحد ولا جوج ولا ثلاثة ويبقى عندك اختيار غير ما بين جوج، حيت البروبابيليتي باش أنك تجيب الجواب صحيح ما بين خمسة قليلة وضعيفة بزاف بارابور أنك تجيبها غير ما بين جوج ديال الاختيارات. وكنصح بهذه العملية حتى يقرب يسالي الكونكور، يعني ماشي في البداية تبدا غير كتقمر، لا، في الأول سير شوف شناهوما الأسئلة اللي كتعرف ليهم، جاوب عليهم، غتكون متأكد منهم 100%. غير هو في الأخر قبل ما يسالي الكونكور ضروري ما خاصك تدوز على كاع الأسئلة اللي مازال ما جاوبتي عليهم وتقمر فيهم باش هكا كتماكسيميزي لي شونس ديالك باش انه الاجوبه ديالك الصحاح يكونوا كثار وبالتالي النقطه ديالك كتكون طالعه. ثاني معلومه مهمه وكيهملوها بزاف ديال التلاميذ هي النوت اليميناتوار. راه الا جبتي في ماده وحده يعني سواء الماط ولا الفيزيك ولا الشيمي ولا اس في تي قل ولا او تساوي خمسة ديال النقاط راك اليمين، يعني راك تقصيتي من داك الامتحان. داكشي علاش النصيحه ديالي لواحد يحاول ما امكن انه يجمع ستة ديال النقاط في كل ماده عاد باش ديك الساعه تقدر تزيد اكثر، حيت الا مشيتي حتى جاوبتي مثلا على اس في تي كامله وجبتي فيها 20 ومشيتي للشيمي حتى هي 20 ومشيتي حتى للماط وجاوبتي فيه 20 ولكن الفيزيك جاوبتي غير على ثلاثه ديال الاسئله راك اليمين، واخا المواد الثلاثه الاخرين جاوبتي فيهم على جميع الاسئله وكامل عندك صحة. وهذه هي الخاصيه اللي كتخلي شويه الكونكور ديال الميديسين قاصح واخا ما فيش سيستم كندي. دونك بحال هكا يقولوا لكم الكونكور ديال الميديسين ما فيش سيستم كندي دونك بلا ما تخاف، ولكن في الجهه الاخرى راه كاينه واحد النوت اليميناتوار اللي ضروري خاصك تجيب اكثر منها كل ماده باش يلاه يلاه تكلاصا مع الناس اللي غينجحوا في هذاك الكونكور. بمعنى اخر في الكونكور ديال الميديسين ما تقدرش تهمل واحد الماده وتقول ما كاينش لاش نبريباري لها، حيت الا مشيتي حتى جاوبتي وما فتيش سته ديال النقاط فراك غادي تاليمينا واخا المواد الاخرين كامل تكون جايب فيهم مزيان. معلومة رقم 3
هي في الوقيته اللي غيبدا الكونكور كيجيبوا لك واحد الكتاب اللي فيه جميع الاسئله اللي خاصك تجاوب عليهم، وكيعطيوك واحد الفيش دو ريبونس. وهذاك الكتاب تقدر تبداه من الاول، تقدر تبداه من الاخر، تقدر تبداه من الوسط، تقدر تبدا بالماده اللي بغيتي. المهم هو انه عندك واحد المده محدده اللي انفو تتسالى خاصك تعطيهم الفيش دو ريبونس، وهذاك الكتاب راه تقدر ديه معاك وما غاديش تحتاجه. وهذا الشيء العكس تماما الكونكور ديال لونسيج اللي فاش كتسالى واحد لابارتي صافي ما يمكنش ترجع لها، بارتي الاولى كتسالى، بارتي الثانيه الثالثه، امورها كيسالي كونكور بلا بارتي الرابعه. وبالنسبه ليا هذا راه واحد لافونتاج اللي كبير، يعني تقدر تختار لابارتي اللي انت ميتريزيها مزيان وكتجاوب فيها على بزاف ديال الاسئله، تبدا بها هي الاولى باش تطلع على موتيفاسيون باش تفرح، ومن مورا هذيك الساعه تقدر تمشي لابارتي اللي قل منها حتى سالي بلا بارتي اللي كتبان لك انت صعيبه وما كتقدرش تجاوب فيها. فتخيل معايا انك بديتي بلا بارتي الصعيبه، ما قدرتيش على انك تجاوب الاسئله ديالها، غادي ديموتيفي وغادي تجي لابارتي اللي سهله واللي كتجاوب فيها وما غاديش تقدر حتى تجاوب فيها، في الاخر غتولي ضارب كلشي في الزير. ودابا غادي ندوزو لرابع واخر معلومه واللي حتى هي مهمه. المده ديال الكونكور ديال الميديسين هي 3 ديال الساعه، ولكن راه بزاف ديال التلاميذ كيديروا واحد الخطا، ما كيجاوبوش في الفيش دو ريبونس، كيبقاو يجاوبوا غير في هذاك الكتاب، وكيقول مع راسو خلي حتى تبقى ليا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وديك الساعه نقول الاجوبه ديالي كاملين في هذيك الفيش دو ريبونس. ومع الستريس ومع الضغط ومع الواحد كيحاول ما امكن يجاوب على لو ماكسيموم كينسى هذه القضيه هذه، وفي الاخر ما كيبقاش ليه الوقت باش انه يعمر هذيك الفيش دو ريبونس، وحتى لا عمرها كيلقى راسو يلا عمر فيها شي ماده ولا جوج، وبالتالي كيتاليمينا حيت ما جاوبش على مجموعه ديال الاسئله اخرين. الكونكور ديال الميديسين هو عباره على واحد السباق مع الزمن، يعني خاصك تحاول ما امكن انك تجاوب على لو ماكسيموم، كنعاود ناكد لو ماكسيموم ديال الاسئله في واحد الوقت اللي وجيز، ولكن في نفس الوقت تكون ديجا نقلتي الاجوبه ديالك في فيش دو ريبونس، يعني ما تخليش داك الشيء حتى الاخر حيت ما غاديش يبقى لك الوقت. وحاول ما امكن انك تقسم الوقت ديالك ما بين لي زيبروف باربعه، يعني ما بين الماط، الفيزيك، الشيمي والاس في تي. وكيف ما قلت في الفيديو ديال البارح، الفيش دو ريبونس حاول ما امكن انك تهلا فيها، يعني ما يكونش فيها بلونكو، ما تكونش فيها شي ضربه ولا شي حاجه بحال هكا، يكونوا فيها غير الاجوبه ديالك تكون معمرهم زائد المعلومات اللي مطلوبين في الورقه. دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى النجاح والتوفيق بالنسبه للناس اللي غادي يدوزوا الكونكور ديال طافيام، ولا بالنسبه للناس اللي غادي يدوزوا لونسيجي. تهلا ليا فراسك، نتشاف غدا ان شاء الله فيديو جديده.